هو في ايه؟ ولا اعرف اي حاجه يا صاحبي. ست رضوان اتصلت بيا وقالت لي ان الحاج عايز جبر ابو المكارم ضروري. مساء الفل يا ست الكل. ازيك يا ست رضوان؟ هو انت بقى جابر؟ يا ست الناس انا جابر. طب خش للحاج عايزك، ولما تطلع ما تمشيش، عايزاك انا يا ست الكل. خش يا جابر، خش شوف الحاج عايزك فيه. اخبار الحاج يا ست الكل؟ الحمد لله. اه صحيح، الباشمهندس قال لي ان هو هيعدي على الشركه يخلص شويه شغل ويجي على ميعاد الزياره. ما تقلقيش يا ست الكل، اطمني الحاج ده جبل ما يهزوش مرض ابدا. ما تروح تشوف حالك. ماشي يا ست الكل، بالاذن الله. السلام عليكم. والله يا حاج انا ما فاهم حاجه، بس انا عايزك تاخد بالك من نفسك، كلنا محتاجينك. وعدنا يا جابر ان السر ده ما يطلعش من بقك ولو على رقبتك. لو قمت من هنا يبقى خير وبركه، لو ما قمتش اعمل اللي قلت لك عليه. يابا ما تقولش الكلام ده، ربنا يخليك لينا ويبارك لي في عمرك يا رب. يا جابر ما تتعبش قلبي اكتر ما تعبان يا ابني. سلامتك، تحت امرك يا حاج. انا ما كنتش اقدر اقول الكلام ده لحد ولا اوصيه الوصيه دي غيرك انت. كل واحد يا ابني ليه مصلحه، انت الوحيد يا جابر اللي مالكش مصلحه. وانا خلاص حسيت يا ابني ان انت ابني اللي كنت بتمناه. انا حاج مصلحتي ان انت تبقى بخير وتبقى كويس، هي دي مصلحتي بس. عموما انا تحت امرك، مفيش مخلوق في الدنيا ممكن يعرف كلمه واحده من اللي قلتها لي. بس هي البنت دي هي اللي انا شفتها عندك هنا؟ هي يا جابر. انت شاطره في السواقه صحيح، بس انا شاطر في حاجات تانية كتير اوي. ايه رايك؟ عرفت اوصلك بسرعه. رايي ايه وزفتي؟ انت ايه اللي جايبك هنا وعايز ايه اصلا؟ انت عايزه ايه من ابويا؟ وانا هعوز ايه منك ولا من ابوك؟ انت اتجننت؟ طيب لو لازم قرشين قولي، ولا اقولك عندي حل احلى؟ ما ايه رايك تفكك من الراجل الكبير خالص وتنقل العطا على ابنه ونتفاهم بذمتك؟ مش احلى؟ انت قليل الادب، قطع لسانك. مش منصور شردي اللي واحده تمد ايدها عليه؟